أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل موسى أحمد يقول: شيخ، معنا واحد يصلي في المسجد في السوق، وقد ادعى بأن الصلاة بمكبرات الصوت بدعة، حيث يقول بأنه سمع هذه الفتوى. هذا الكلام هو البدعة. مكبر الصوت من نعم الله عز وجل، لأنه يبلغ صوت الإمام ويبلغ القراءة، ففيه منفعة، فليس هو بدعة، هو مما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه: إني لكم نذير مبين ألا تعبدون